بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا أيها الحضور، أسعد الله أوقاتكم دائما كالعادة. معكم أخوكم أمين أحمد من قناة بوستار. في هذا الفيديو بحول الله سوف نتطرق إلى أقوى استراتيجية تمكنك بدل أن تخسر الأموال عقب التحويلات والرسومات التي أصبحت تؤثر بشكل كبير على المتداولين، وخاصة في العملات الكبيرة مثل الإيثيريوم والبيتكوين التي قد تأخذ منك حتى 10 دولار بمجرد التحويلات. سوف أريكم استراتيجية قوية جدا إخواني. هذه الاستراتيجية تمكنك بدل أن تفقد 10 دولار في هذه الطريقة سوف تكسب تقريبا 80 دولار، بدل أن تخسر راح تكسب. صدقني أخي، مع تجربة شخصية سوف أريكم إياها. أنت هذه الطريقة تمكنك فرضا أن قمت بالتحويل والتبادل إلى غير ذلك، أردت أن تسحب في هذه طريقة السحب، تسحب أرباحك بهذه الطريقة. مجرد أنك تسحب أرباحك سوف تكسب كل هذا المبلغ، وخاصة إذا كان استثمارك قوي كبير جدا. واحد إيثيريوم، سوف نقوم بشرح واحد إيثيريوم إخواني لكي تتمكنوا من معرفة هذا الأمر. أولا في هذا الفيديو بحول الله سوف نتطرق إلى أحد منصات التداول التي هي كيكوين أمامكم إخواني، وكذلك منصة يوبيت، وكذلك بنك باير. أولا الشيء الذي يجعل هذا الفارق وهذا الربح هو الفارق بين كل منصة. لو ذهبنا إلى منصة يوبيت يوكوين وشاهدنا مبلغ الإيثيريوم مقابل الدولار، كما تشاهدون 1004 دولار مقابل 1 إيثيريوم. لو ذهبنا إلى اليوبيت نشاهد 1091، 1004 و1091، تقريبا 90 دولار فارق كما تشاهدون إخواني. هذا هو الشيء، وهذا هو الاستراتيجية التي سوف أتكلم عليها. مبدئيا إخواني أنا ماذا فعلت؟ قمت بتحويل من محفظة ماي إيثر والات، قمت بتحويل الإيثر إلى هذه المنصة التي هي كي كوين. بعد ذلك لو فرضا أردنا أن نقوم بسحب مباشرة، بدون تداول إخواني، لم أتداول بدون أي تداول، لو قمت ب حينما وصلني البيتكوين الإيثيريوم إلى هذه المنصة وقمت بتحويله مباشرة إلى اليوبيت، بهذه الطريقة لن أصل إلى هذا الفارق، سوف أخسر وحتى ولو ربحت تكون مجرد دولارات قليلة. كيف أقوم بذلك أو لماذا؟ لماذا إخواني؟ لأن الرسوم الخاصة بالإيثيريوم أصبحت مرتفعة 0.01، هذا الشيء كبير إخواني. لو ذهبنا إلى أحد المواقع التي تمكنك من معرفة الإيثيريوم مقابل الدولار وقمنا بهذا، سوف تشاهد تقريبا 10 دولار تأخذها رسوم، مجرد رسومات. فلهذا إخواني الطريقة كيف؟ أنا ماذا فعلت؟ قمت بتحويل الإيثيريوم الذي دخل إلى منصة يوكوين إلى عملة إخواني، هذه العملة، إلى عملة دي جي بايت إخواني، دي جي بايت كما تشاهدون إخوان. هذا هو المبلغ الذي حولته مباشرة. عندما تحوله إلى الدي جي بايت إخواني سوف يكلفك مبالغ قليلة جدا، تقريبا نصف دولار كرسوم أو أقل من نصف دولار كرسوم، بدل 10 دولار تصبح أقل من واحد أقل من دولار، من نصف دولار عمولة. فلهذا أنا قمت بتحويل، ذهبت إلى هنا إخواني بعد ما كان إيثيريوم، كان لدي إيثيريوم هنا، قمت بشراء عملة دي جي بايت. حينما وصلني دي جي بايت ذهبت إلى هنا إخواني، دخلت إلى هنا بالتفاصيل، ثم ذهبت إلى الأسفل كما تشاهدون وقمت بالسحب. السحب إخواني شاهدوا سوف يكلفك 0.5 من عملة دي جي بايت، والدي جي بايت إخواني عملة دي جي بايت لا تتعدى 1 دولار، هذه هي الرسوم مقارنة ب10 دولار، أقل من 1 دولار. بعد الشيء الأهم إخواني، بعدما قمت مباشرة بالسحب من منصة يوكوين، كانت لدي
قرابة 66 دولار هنا. مجرد قمت بإرسال المال إلى منصة يوبيت وجدت المبلغ، لأن كما قلنا المنصة هذه لديها مبالغ كبيرة مقارنة بمبالغ في يوكوين. بمجرد يعني تقريبا 3 ثواني وصل المبلغ إلى هنا إلى يوبيت، كان 66 دولار. وجدته هنا إخواني، وجدته تقريبا 75 دولار، أي يعني فارق 10 دولار في الصفقة في 3 ثواني إخواني، دون اللجوء إلى التداول. بعدما وصل المبلغ هنا يعني قمت بتحويله من عملة دي جي بايت إلى الدولار، وصل تقريبا 75 على ما أظن دولار. بعد ذلك تذهب إلى واليت هكذا، نضغط وننتظر قليلا إخواني حتى يظهر دولار USD، ثم تذهب إلى ديبوزيت هكذا إخواني، ثم نضغط هنا. كما تشاهدون إخواني سوف يعطيك البنوك الإلكترونية التي يمكنك أن تسحب إليهم، مثل الباير، بنك الباير كما تشاهدون، يعني راح يأخذ منك رسوم 3%. أولا تذهب إلى هنا، تأخذ هذا الاسم الخاص بك، ثم بعد ذلك تقوم بوضعه هنا بهذه الطريقة. هنا قلنا المبلغ تقريبا 75 دولار عفوا إخواني، $75 راح تصلك $72، وانت يعني كانت لديك $66 بدون اي يعني استثمار، بدون اي تداول او استثمار الى غير ذلك. لو كان مبلغ يعني لديك مبلغ كبير راح تكون ارباح تقريبا $80 في بهذه الطريقة. سوف تصلك الى حسابك في باير، هنا باير فرضا 75، وصلتك هنا يعني مبلغ صافي 75، ثم بعد ذلك 75 يمكنك أن ترسلها إلى أحد أصدقائك. راح تكون الرسوم كما تشاهدون أقل من دولار، دولار أقل 5 سنت، يعني راح تصل 74 دولار إلى الشخص تقوم ببيعه هذا. وهكذا توفر يعني مبالغ جيدة دون التداول. يعني انت مبدئيا لابد ان تتخذ هذه الطريقة كأسلوب جيد حينما تريد ان تسحب اخواني، حينما تريد ان تسحب. يعني لو فعلت العكس، لو قمت بهذا المبلغ الذي وصلك هنا وقمت بتحويله الى الإيثيريوم وقمت باسترجاعه الى منصة يوكوين فرضا، سوف تخسر يعني. فلهذا في هذه الطريقة تستعمل حينما تريد أن تسحب الأموال الخاصة بك، يعني أنت قمت بالتداول حينما تريد أن تسحب أموالك افعل هذه الطريقة، وبالتالي سوف يعني توفر مال كثير بدل أن تخسر المال الخاص بتحويلات والرسومات كما ذكرت سابقا. أتمنى أن أكون أفدتكم قدر المستطاع. لا تنسون بصالح الدعاء. في أمان الله وحفظه، وشكرا.